السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. جبت لكم واحد الفيديو جديد، واحد اقتراح ديال الغداء ولا العشاء بالرز. كما كتشوفوا راه كيجي بنين وسهل في التحضير، وكيكون حبه حبه ما كيتعجنش. كما كتشوفوا في الصوره راه كيجي زوين وبنين وسهل في التحضير وخفيف، هكا كالوجبه ديال الصيف كنقلبوها شي حاجه سهله. دابا غادي ندوزو دابا للطريقه. عندي الكوكوط، درت فيه واحد البصله كبيره مشلطه، ودرت ليها شويه ديال الزيت، زيت عادي. غادي نخليوها حتى تشحر شويه حتى تنزل. ملي بدات البصله ديالي نزلات شويه، عندي هنايا الكفته قدر اللي بغيتي. عندي شويه ديال القزبر، شويه ديال الربيع، غادي نخلط البصله مع الكفته راه تشحرات كما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو للعطريه. عندي واحد المعلقه صغيره ديال سكوتش بير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، عندي واحد نص معلقه صغيره ديال البزار. غادي نخلطوا هذا العطريه مع البصله والكفته، وغادي نخليوها تشحر مزيان حتى تنزل لنا ديك البصله مزيان، وغادي نكملوا المكونات. دابا غادي ندير شويه ديال التحميره، حيت ما درتهاش مع العطريه حيت كتحرق، خليتها حتى بغيت نمرق الرز عاد كندير التحميره. وغادي شويه ديال الملحه، واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نخلط. عندي واحد الحبه ديال المطيشه مقطعه طريفات، هي شي كتجي زوينه في هذا الطبق ديال الرز، كتعطي واحد الحموضه زوينه. غادي نخلط وغادي نمرق، غادي ندير الماء على حساب الرز اللي بغيت ندير، مانيش نكثر الماء حيت الرز ديالي كيطيب دغيا. غندير غير القدر ديال واحد الزلافه ولا جوج زلايف ديال الماء اللي غادي يطيب لي الرز. عندي هنا واحد الزلافه ديال الرز اللي غسلته مزيان من الغبره ونقيته، غادي نخلط باش ما يبقاش لينا الرز لتحت. وعندي هنايا واحد الطما ديال البيكري، هذا اللي بغى يديرها غير كتعجبني انا، كتعطي لي واحد النكهه زوينه. وغادي نسد عليه. كما كتشوفوا راه واحد نص ساعه ديال المكانه راه طاب ليا، الزبده ما كيتعجن حتى شي حاجه، وعندو فيه واحد المذاق زوين. كنتمنى يعجبكم الطريقه ديال الرز، هذا طبق صيفي كنتمنى يعجبكم. ولا اول مره كتشوفي القناه ديالي، ما تنسينيش من الاشتراك والجيم وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، باش تشجعوني باش نحط فيديوهات اخرين. كنتمنى لكم التوفيق وبالصحه والراحه، وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى يعجبكم الطبق ديال الرز وبالصحه والراحه.